الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة شوف قال إيش، من هم اللي يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله؟ الأنبياء. الأنبياء الذين بعثهم الله لإيش؟ للتوحيد، للتوحيد، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهذا النبي يحتاج للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر بالعلم بإيش؟ بالتوحيد. في أي سورة ذا؟ سورة محمد، وهي سورة مدنية، والمخاطب بها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قام بالدعوة للتوحيد في مكة 13 سنة. فالإنسان يحتاج إلى التوحيد حتى يموت، هذا من أصول الديانة، هذا ليس استراتيجية للحياة يخططها إنسان ذكي، لا، هذا دين الله. يعني من أهداف الحياة توحيد الله سبحانه وتعالى. المسلم مأمور بأن يلزم التوحيد دائما، يذكر نفسه وغيره به. وفي حديث عثمان في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يعلم من ترك العلم بها. الذي يهمل العلم بالتوحيد ولا يبالي به ما يبقى في قلبه العلم بلا إله إلا الله، لكن من لزم هذا وكرره وقرره واعتنى به في نفسه وفي تعليم الناس وفي الخطبة في المساجد وفي القاء الكلمات والمواعظ والدروس يبقى التوحيد. فطالب العلم ينبغي أن يعرف أن هذه الأمور هي أصل الدين الذي ينبغي أن تلزمه. أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، فلا غنى لك عن التوحيد. وإذا كانت الأبدان لا تغتني، وإذا كانت الأبدان لا تستغني عن الماء والشراب، فإن القلوب لا تستغني عن توحيد الملك الوهاب. فحاجتها إليه أعظم من حاجة البدن إلى الماء وإلى الطعام والشراب. نعم.